انضم الينا الاستاذ عدنان حلبيه، عضو مجلس اداره النادي المصري. صباح الخير على حضرتك يا استاذ عدنان. صباح نور يا استاذه مرهان. صباح الفل. يعني احنا ان شاء الله كده في انتظار اول ظهور للنادي المصري هيكون على الصعيد الافريقي، حابين نعرف استعداداتكم لهذا اللقاء، واكيد كنتوا بتعملوا في صمت تحت قياده الكابتن ايهاب جلال. الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمنا وعملنا مجموعه من المباريات الوديه، يعني بنشوف مستوى الفرقه، واعتقد ان السنه دي كانت المواضيع مختلفه شويه، جبنا مستويات غير المستويات اللي احنا كنا بنبتدي بيها السنين اللي فاتت فترات الاعداد. لسه وقت لحد يوم 15، فلو في حاجه ثانيه ظهرت او في احتياج ثاني للكابتن هيجرب يجرب المجموعه مع بعض، وبيشوف لو في عنده اي خلل في منطقه من المناطق هندعمها على طول، ان شاء الله ما عندناش مشكله خالص. ان شاء الله ما يجيبش مشاكل. اللي احنا شايفينها الوقت يعني في مشكله في الشركه الرايه، لسه لم تتضح يعني هيعملوا ايه. لحد دلوقتي ما فيش تواصل خالص. في عندنا مستحقات من السنين اللي فاتت. اللي انا عايز اقول، النادي المصري فريق عريق وفريق كبير وفريق عمره 100 سنه، ف عايزين يبقى فيه منهج عدل عشان خاطر ده كله. صدقيني انا قلت الكلام ده، انا بقالي 4 سنين موجود في العمل في الكوره، في مجال الكوره، في مجال كره القدم، وبنقول الكلام ده، خلوا فيه عدل يا جماعه، وخلوا فيه يعني رحمه وعدل كده بالانديه كلها، عشان الكلام ده يصب في مصلحه المنتخب الوطني. احنا عندنا مشكله مع الشركه الرايه، عندنا مشكله مع الملعب بتاعنا، ولسه وفي اجراءات شغالين فيها مع وزاره الشباب والرياضه عشان الاستاد، اعاده ترميم الاستاد، عشان زي ما حضرتك شايفه او حضرتك عارضه من يمكن دقيقتين ان في مشكله في النادي الاسماعيلي في استضافه المباريات. بالظبط. ما كنت عايز اسال حضرتك، طب ايه الخطه البديله بالنسبه لكم؟ طبعا الايه؟ يعني بالنسبه لكم بعد مثلا رفض النادي الاسماعيلي ان هو يتم لعب مبارياتكم عليه على استاد الاسماعيلي، ايه الخطه البديله بالنسبه لكم؟ فكرتوا فيها ولا؟ احنا دلوقتي مع اداره النادي الاسماعيلي بنشوف حلول. ما كانش هنلعب في السويس، ولكن في مشكله عشان المباريات الافريقيه، لان احنا عايزين جمهورنا المحترم اللي بيعاني بقاله فتره كبيره جدا في التنقل انه يتنقل للسويس، وده بالنسبه له مشوار. عن ان في تواصل او في تواصل، حابه اللجنه الخماسيه في الاتحاد المصري ان هي تتواصلوا مع ال 18 نادي اللي في الممتاز علشان يكونوا بيساهموا ب 500,000 دولار علشان يتم تطبيق تقنيه الفار في الدوري المصري. هل النادي المصري على استعداد ان هو يدفع هذا المبلغ، ولا تقنيه الفار بالنسبه لكم انتوا شايفينها رفاهيه؟ والله هي مش رفاهيه ولا حاجه، احنا يهمنا، احنا بنثق طبعا في التحكيم المصري المحترم، ولكن انا زي ما انا بقول لحضرتك، ما بقى انا راجل رابع الدوري وثالث الدوري، انا بقى لي 4 سنين ثالث الدوري ورابع الدوري، وباخد عقد رعايه لا يتماشى نهائيا، او يعني 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 لا يتماشى نهائيا مع مكاني في الدوري ومكان النادي المصري الجماهير العظيم. طب بتتواصل مع حد؟ طب دلوقتي في اللجنه الخماسيه ليه؟ حضرتك ممكن تواصلت مثلا مع استاذ عمرو الجنايني او حاجه في النقطه دي تحديدا؟ لسه، اكيد سمير بيتواصل معاه، استاذ رئيس النادي اكيد تواصل معاه، ولكن يعني اللي انا عايز اقوله ان الاجراءات الدعم كان في نص افريقيا اللي خلصت بقى لها سنه، انا لسه ما خدتهاش من الشباب والرياضه، اللي هي 200,000 جنيه المباراه اللي احنا بندفع عليها مينيمم كل مباراه من المباريات الافريقيه في الخارج، مينيمم 55,000 دولار. لسه ما خدتش الدعم المالي الخاص اللي خاص باللائحه اللي هو ال 200,000 جنيه اللي هيتخصم منهم الضرائب، لسه ما خدتهمش، او ما اشارك في خاصيه الفار، او اشارك في ال 500,000 دولار، مش عارف يعني. طبعا اكيد اللي هيتفع عليه استاد رئيس النادي هو اللي هيتعمل، هيتفع مع الاستاذ عمرو، وهيتفع مع الناس اللي موجودين، ناس محترمه كلها، وربنا يعمل اللي يتفق ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نشوف الصالح بالنسبه لكل انديتنا المصريه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا للاستاذ عدنان حلبيه، عضو مجلس اداره نادي المصري بورسعيدي، وباذن الله تكونوا موفقين في حل ازمه الملعب، وايضا في المباراه القادمه ليكم في منافسات الكونفدراليه.